أدنى شك. يعني هذه هي من النقاط الرئيسية، إنه قضية تهريب المازوت، ومش بس تهريب المازوت، في أنا بتصور في تهريب مازوت، في تهريب أموال، وفي تهريب هلا بتقولي لي المواد ما بتخضع، المواد الغذائية ما بتخضع لهذا القانون، بس إنه بالنهاية عم بتهرب من جهة هي بالأساس خاضعة للعقوبات وتقوم بدور عسكري أمني لحماية النظام. من هون بنرجع للفكرة اللي بلشناها أنا والأستاذ سواح وبداية الحلقة، أنه قديش هذا القانون تفاسيره صعبة أو سهلة، قديش مطلوب يتوسعوا الأمريكان بضبطه ومراقبته ووضع ضوابط واضحة له أم لا. بس من دون أدنى شك، من دون أدنى شك، الحدود المفتوحة بين لبنان وسوريا اللي هي لا تخضع لمراقبة الحكومة اللبنانية العادية الشرعية اللي هي خاضعة لتنظيم عسكري اسمه ميليشيا حزب الله، هو المشكل الأساسي. ومن دون أدنى شك، من دون يعني بدنا تفسير قانوني جزائي، هذا الموضوع بالذات يخدم مصلحة النظام السوري، وبالتالي ينبغي أن يخضع لقانون سيزن.